الناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. مافيا الأدوية بعد فساد القمح. العبرة في استقالة وزير التموين. إطلاق سراح سلحفاة من مطعم ساحل. حرب النجوم لمواجهة داعش. وإليكم تفاصيل النشرة. مافيا الأدوية بعد فساد القمح. فقد قال مجدي ملك عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح إن لديه ملفات عديدة تتعلق بمافيا الأدوية وتوريدات وزارة الصحة، بالإضافة إلى مافيا الشركات التي تحتكر السكر، مؤكدا أن الهدف من فتح هذه الملفات ليس إقالة وزير وإنما إصلاح منظومة بأكملها. كان وزير التموين الدكتور خالد حنفي تقدم باستقالته على خلفية ما كشفه تقرير تقصي الحقائق من تورطه في قضية فساد القمح، وكلف رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة طارق كابيل بتسيير شؤون الوزارة. هذا وقال الدكتور علي مصرحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ووزير التموين الأسبق إن استقالة خالد حنفي من منصبه نجاح للجنة تقصي الحقائق البرلمانية في كشف فساد القمح، كما أنه تصرف سياسي حكيم، مضيفا هناك مسؤولية سياسية حقيقية، وهذه الخطوة يجب أن تكون عبرة لكل الوزراء، فكل من لا يستطيع أن يفعل شيئا عليه تقديم استقالته. البيئة المصرية مواتية لرجال الأعمال، هذا ما أكدته مجلة الدبلوماسية الألمانية في عددها الجديد الذي خصصته عن الأوضاع في مصر تحت عنوان مصر مرسال الاستقرار والآمان. وأشارت المجلة واسعة الانتشار إلى أن أكثر من 1,000,000 سائح ألماني زاروا مصر خلال 2015، مشيدة بالشعب المصري وكرم ضيافته للسائحين. العدوان مستمر، حيث واصل الجيش التركي انتهاك سيادة الأراضي السورية وشن هجمات على مدينة جرابلس التابعة لمحافظة حلب في الوقت الذي أعلنت فيه دمشق رفضها القاطع للعدوان. وقال محللون إن تركيا ترمي إلى أهداف أبعد من محاربة الإرهاب، وهي فتح ممرات جديدة للجيش السوري الحر المدعوم من النظام التركي وفصائل المعارضة المسلحة الأخرى، وهو ما وصفوا مسؤولون سوريون باستبدال إرهاب داعش بإرهاب يحظى بالدعم التركي. إطلاق سراح سلحفاء مهددة بالإنقراض. فقد أعلنت وزارة البيئة العثور على سلحفاء صغيرة الحجم من نوع اللوجر هيد بأحد المطاعم للساحل الشمالي، حيث وردت السلحفاء بالخطأ مع كمية من الأسماك الواردة للمطعم، وقام برعايتها في حوض ميات بحر للحفاظ عليها، ولم يكن يعلم بكونها من الأنواع المهددة بالإنقراض أو ممنوع حيازتها. وأشارت البيئة إلى أنه تم إطلاق السلحفاء في مياه البحر بعد التأكد من قدرتها على السباحة. مواقع التواصل الاجتماعي والإرهاب. فقد حذر تقرير بريطاني من أن مواقع فيسبوك وتويتر إلى جانب محرك البحث جوجل تمثل شريان الحياة لتنظيم داعش، وذلك بحسب صحيفة الاندبندد البريطانية. وقال التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب البريطاني إنه على السلطات في لندن أن تشن حرب نجوم جديدة على جوجل وفيسبوك وتويتر لمنعها من تمكين المتطرفين والإرهابيين. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.